شخص انعزالي وما قدر يكون عنده صديق مقرب واحد طول حياته. القاتل المتسلسل الأمريكي جيفري دامر لما كان مراهق كان مدمن على استهلاك الكحول وطول الوقت في مشاكل مع أبوه وعدم اهتمامه لا مبالاة من أمه. كان يحب يشرح جثث الحيوانات الميتة وهو صغير، وأبوه كان يساعده على اعتبار أنه ابنه غريب أطوار وما في مساحة مشتركة بيناتهم غير هاي الشغلة. في بداية شبابه أبوه أجبره يروح الجيش وما كمل لأنه انطرد هناك لإدمانه الشديد على الكحول. أول جريمة ارتكبها كانت بعمر 18 في سنة 1978 لما وقفوا شاب وطلب منه توصيله لمكان احتفالية، لكن دمر أخده على البيت وبلش يماطل ويحاول يغوي فيه ويمارس الجنس معه، ولما حاول الشاب بالمغادرة ضربه وخنقه حتى الموت عشان يحتفظ فيه وما يخليه يروح. ولما انتقل لحتى يعيش لحاله في شقة داخل بناية مشتركة ارتكب عدة جرائم متتالية، وكان مهووس بتخدير ضحايا وبعدين اغتصابهم، وكان يعمل ثقب داخل جماجمهم لأسباب غير معروفة. والأدهى من هيك كان يحتفظ بالجثث عنده، ولما كترت الجثث وبطل عارف شو يعمل فيهم صار يقطعهم ويخزنهم بأماكن مختلفة من الشقة، ولهذا السبب صارت ريحة شقته قاتلة وكانت جارته تشتكي له منها طول الوقت. وبلغت الشرطة أكثر من مرة أنه في صوت صراخ بيجي من شقة دمر، ومع هيك تجاهلت الشرطة كل اتصالاتها لأسباب عنصرية لأنه جارته كانت من الأمريكيين الأفارقة. وفي مرة من المرات اجت الشرطة لعنده على البيت بعد ما حاول احد ضحايا الهرب، واللي كان طفل عمره 14 سنة بس، وهذا الطفل كان مصاب في جمجمته وتقريبا فاقد الوعي. ومع هيك حكى دمر للشرطة انه هذا الطفل عمره 19 سنة وانه هو البوي فريند تبعه وانه مريض، وساعدوه يطلع الضحية للشقة ودخلوه عليها، وكان في باحد الغرف جثة كاملة على الارض. مع هيك ما انتبهوا وتركوهم وطلعوا. واخر محاولة لارتكاب جريمة كانت في سنة 1991 لما اقنع أحد الشباب أنه يجي لعنده على البيت يتصور صور خليعة مقابل 100 دولار، وبالفعل راح معه هذا الشاب على الشقة وتفاجأ من الريحة ومن تصرفات دمر، فهرب وراح للشرطة وجابهم على البيت، وهناك اكتشفوا صور كان يصورها لأشلاء قتلاه واعتقلوه على الفور. وبشكل مباشر اعترف دمر بكل شيء للشرطة وحكى لهم عن أماكن الجثث وكم واحد قتل، وكان يحكي أنه بيستاهل عقوبة الإعدام، لكن ولاية ويسكونسن ما كان فيها إعدام فانحكم عليه بما يفوق 900 سنة سجن. لكن ما طول لأنه في سنة 1994 ضربه زميله في الزنزانة اللي اسمه كريستوفر بقضيب حديد لحد ما مات، وكريستوفر قال بأنه الله طلب منه يقتل دمر، وقال بأنه دمر ما صرخ ولا بكي وما كان فارق معه أنه عم يموت. بعد ما مات انحرقت جثته بناء على طلبه، وما كان في لا قبر ولا شاهد. وكانت هاي القصة واحدة من أبشع قصص الجريمة في العالم، وتم تشخيص دمر بالإصابة باضطراب الشخصية المعادي للمجتمع واضطراب الشخصية الحدي، لكن بحسب الشرطة والخبراء النفسيين هو ما كان مجنون وكان يعمل كل جرائمه عن سبق إصرار وترصد.